ازيكم؟ كيفينكم يا متابعينا لقناة هدية الأكل والخبيز؟ النهاردة هعمل معاكم كيكة إسفنجية مع فاكهة العاطفة. حتى يصلكم من كل جديد الرجاء الاشتراك على قناة هدية الأكل والخبيز. تابعوني أيضا على صفحات الاجتماعية في الإنستغرام والفيسبوك. مقادير الكيكة دي متكون من 5 بيضات متوسط الحجم بحرارة الغرفة ونص كوباية من السكر ما يعادل 135 جرام. هضيف للكيكة دي برضو ملعقة كبيرة من الزيت، هو زيت عين الشمس، وطبعا هي عشان بنكهة الفانيليا هضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا المكثفة. هضيف للكيكة دي بعد ما أخفض البيض 135 جرام من الدقيق مع ذرة ملح. الكيكة دي هخبزها في وعاء على شكل القلب والحجم بتاعه 8 بوصة. هبتدي في الأول عشان دي كيكة اسفنجية، هضرب البيض مع السكر شديد لحد ما يتضاعف في الحجم ويدوب السكر تماما. المرحلة دي مهمة جدا لأنه الكيكة دي اسفنجية وما فيهاش أي بيكنج باودر، فبتعتمد على الهواء اللي بندخله في البيضة. هنا بعد ما ضربت البيض واتضاعف في حجمه هبتدي أضيف الدقيق على 3 مراحل، وما هستعملش أي مضرب، هقلب بالملعقة لحد ما أشوف الدقيق اختفى تماما في الخليط بتاعي. والدقيق ده اللي أنا هستعمله على 3 مراحل أنا كنت من الأول مغربلاه، لكن هغربله مرة تانية عشان أنا محتاجة أضيف هوا زيادة للخليط ده. ملاحظة شديدة لطريقة الضرب دي واللي احنا بنسميها فولدينج، يعني احنا ما بنضربش بالمضرب، كل اللي بعمله بالسباتشولا برفع من تحت لفوق وبقلب. اول ما اتأكدت انه خلاص الدقيق اللي حطيته على 3 مراحل داب واختلط مع البيض براها كبه للوعاء بتاعي. لازم هكون محضر الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس عشان الكيكة دي بتحتاج تتدخل الفرن طوالي، ما تنتظرش عشان أنا محتاجة كل الهواء بتاعها. بعد 45 دقيقة، ونخلي بالنا لما نفتحش الفرن قبل 45 دقيقة، لقيت الكيكة استوت وجربتها بالسيخ. أول ما تبرد هتلاحظوا إن الوجه بتاعها هيكشكش شوية، لكن ما تشيلوش هم، دي معناها إنه هي استوت. بعد ما الكيكة بردت تماما أنا هجيب السكينة المشرشبة وهقطع الكيكة دي على 3 طبقات. ملاحظة للكيكة دي عشان هي اسفنجية ما فيش أي مواد رفع ليها، إن هي ارتفعت بخفض البيض، ياريت بعد ما نقطعها نقفلها بالكلين فيلم عشان ما تنشفش معانا. بعد ما قطعت الكيكة وقفلتها بالكلين فيلم لازم هحفظها في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات علشان تبرد تماما قبل ما احشيها بالفريش كريم والمسكربوني تشيز. بعد 4 ساعات في الثلاجة هنا هطلع الكيكة وهبتدي هحضر الحشوة بتاعتها. فهنا عندي 300 ملي من الكريم المخصص للخفض اللي هو الدبل كريم، وعندي 200 جرام المسكربوني تشيز، وعندي نص كوباية من السكر ناعم، وملعقة كبيرة من الفانيلا. ولو ما عندكيش الفانيلا المكثفة اللي هي البيس ممكن تستعمل الفانيلا العادية السائلة. وإضافة كمان أنا هضيف ملعقة كبيرة من خمرة الرم اللي هو الليكيور اللي هي بالكوكونت فليبر. الكوكونت رم اللي أنا هستعمله هو ده ما فيهوش نسبة كحول عالية، فده مخصص ممكن إضافة للكيك أو للحلويات كمان. هضرب الماسكربوني تشيز والدبل كريم مع سكر الناعم لحد ما يتماسكوا مع بعض، لكن مش هضربهم لحد ما ينشفوا، هيكونوا شوية سايلين. الكيكة الاسفنجية دي أنا هسقيها بعصير التروبيكال وهضيف له ملعقة كبيرة من الكوكونت روم لكيور، وده اختياري ممكن مضي فيه. ولتزيين الكيكة من فوق أنا عندي هنا فاكهة العاطفة المكثفة بالمانجا، وعندي كيوي فروت وفراولة، وبسكويت الإيطالي سافياردي بيسكيتس. أول حاجة هحط شوية من الكريمة بتاعتي في البورد بتاع الكيك وهبتدي هلصقها، وهبتدي أزقي طبقة طبقة من الكيك بالعصير التروبيكال وحملاها بالفريش كريم والماسكابوني توبينج. هكمل كل طبقات الكيك بنفس الطريقة، يعني هزقيها بعصير التروبيكال، بعد كده هحشيها بالكريمة بتاعتي وهفردها. ولو بتحبي كمان تحشيها بالفراولة بالفاكهة اللي انت بتفضليها اعمل اللي انت تحبيهم. احنا هنا حطينا الفراولة والكيوي والموز.
طريقة الكيكة دي سهلة جدا وللمبتدئين هتساعدهم كتير في مشوارهم لخبز الكيك، لأنه منها هيتعلموا إزاي يعملوا أصناف مختلفة للكيك ويفردوا الكريمة ويسووها بكل الجنبات ومن فوق. ملاحظة، أنا وبحشي الكريمة دي بحاول أتأكد بقدر الإمكان أنه أنا أغطي الجنبات عشان ما تزحش معايا الكيك، لأن الكريمة دي خفيفة والكيكة سفنجية، فكل ما بتعمل طبقة بحاول بالجنبات أغطيه بالكريمة عشان يتماسك معايا. بعد ما خلصت الكيكة وسويت كل الجنبات والطبقة الفوقانية، هبتدي حرص البسكويت بتاعي وببتدي طوالي من نص القلب وأستمر لحد ما أغطي الكيكة كلها بالبسكويت. بعد ما خلصت تزيين الكيكة كلها بالبسكويت، هبتدي هزينها من فوق بفاكهة العاصفة المكثفة والمانجا اللي هو الباشن فروت كولي. إضافة الباشن فروت والمانجو كولي بدي الكيكة دي طعم مميز ورائع جدا، وحكمل تزيين الكيكة بوردة معمولة بعجينة السكر. هنا بقى حكمل تزيين الكيكة بالجنب بفاكهة الفراولة والكيوي الطازة، وطبعا ده بديها منظر جميل جدا وطعم رائع جدا. بعد ما خلصت تزيين الكيكة لازم هحفظها في الثلاجة لمدة 4 ساعات عشان تبرد وتتماسك وأقدر أقطعها، وبعد كده هنين عليكم أحلى كيكة على شكل القلب وهي قلب قوس القزح. بصراحة مش عارفة أوصف لكم طعم الكيكة دي، لأنه أنا دي من أحلى الكيك اللي بعمله وبحبه وعيالي برضو بحبه. هي سفنجية وخفيفة والكريم خفيفة ومميزة مع الفاكهة، رائعة جدا جدا، جربوها وكلموني. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية، الرجاء أن تشتركوا على قناتي هدية الأكل والخبيز حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.